العجينه بتاعت جابها من عند المنظفات، جابها ب 25 جنيه. هفتحها بقى دلوقتي، فتحتها لقيت فيها كان اول مره اعملها كيس بودره، بجربها يعني اشوف هتنفع معايا ولا لا. ده في كيسين اهم، كيس هفتحه الكبير ده اللي فيه المعجون، هفضيه هنا. ده بالليمون، قوة الليمون مكتوب عليه، اهو مكتوب عليه الطريقة من الناحية التانية. نخلطهم ببعض كويس قوي لغاية ما يدوبوا مع بعض. مكتوب عليه 8 لتر مية، احنا لو عايزين نتقله يبقى تقيل شوية نخليه 5، وحسب ما يطلع بقى خفيف او تقيل ممكن احنا نتحكم فيه بقى في التقل بتاعه. وجايبه لتر ونص، دي ازازه لتر ونص ميه، نحط شويه بشويه ونقلب. وده لتر ونص تاني، يبقوا 3، ونقلب كده لتر ونص ولتر ونص 3، عايزين يبقوا ايه كمان 2 لتر الكيس. فانا هحط 5 وهجربه كده، متر ونص يبقى 4.5، ناقص متر نص لتر. كده حطيت 4.5، ناقص نص لتر، هنعمله على 5. بعد كده هنستعمله بعد ساعتين، هنسيبه ساعتين وهنستعمله بعد ساعتين بقى، نحطه في الجيركن واخد منه، لو تقيل خففه في الازازة. يا رب يطلع حلو، يا رب ان شاء الله بإذن الله. كده يعتبر 5 لتر، جبت انا 5 لتر دلوقتي مية، هسيبه لمدة ساعتين بقى نستعمله بعد كده بعد ساعتين، هيطلع رغيوه جميله شكله جميل قوي. ونعبيه في ازايز، الكيس ده بتاع المنظفات بجيبه من محل المنظفات. هنزود ازازتين ميه عشان السائل تقيل، لو احتاجنا تاني نزود ميه تاني، بس تقيل كده انا شايفاه ان هو تقيل، بس ايه ممكن نزوده كمان ازازتين، او لما نغسل بيه ممكن ناخد شويه ونزود ميه اثناء الغسيل.